عباس عيني. عندنا لغز. ايه. يقول قر القراقيري سود المناقيري لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. شنو؟ شو تقول ابو عباس؟ اللقلق. اللقلق. قر القراقيري سود المناقيري لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. اللقلق؟ إيه؟ ان شاء الله راح تشوف نهاية الحلقة. سؤال ثاني. ايه. سؤال عندك انت؟ ايه. ايه تفضل. فاريد يعني هم الناس تحكم علي. زين تفضل. تعاركوا اثنين. ايه. الشجاع قتل ذاك الشجاع قتل ذاك. شجاع قتل ذاك. قتل ذاك. ايه. ورا فترة نقول شهر او سنة او اسبوع. ايه. تعاركوا يا خمسة او ستة او سبعة. ايه. وقتلوه. زين. الخمسة والستة والسبعة قتلوه. ايهم الاشجع؟ هو لو هذا الشخص الوحيدة لو ذلك. مو هي العرب شو تقول؟ تقول الكثرة تغلب الشجعان. الكثرة تغلب الشجعان. فأنا اريد يعني حكم الشجاعة مالته. ايه ياهو الاشجع. ياهو الاشجع هو لو ذلك. راح نحيله للمشاهد الكريم. فالمشاهدين اريد الحل ماله تدلل. اي وان شاء الله الاسبوع اللي يجي نسولف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ابو غيث اهلا. اليوم فرع لها تفريعه. حار الجو يعني يا استاذ ماجد. مو جهنم هي مشحوله ابو غيث. عندنا لغز. ام لغز ريد تشترك به. يقول قر القراقيري سود المنا سمعتها عند أي واحد سألك قال لك ايه قاعدين بالدباوين. اي قر القراقيري سود المناقيري لو قرقر فحلهن قرقرا كلهن لو قرقر لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. ان الغربان ما ادري تقول غربان. الغربان لو الباب. الغربان لو الباب. زين بعد احنا للمشاهد الكريم هو نحيل الجواب. يابا مو تدللون. هذا الخيال اليوم ماجي. اليوم نسأل اخونا علي فارس. عندنا لغز. قر القراقيري سود المناقيري لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. شنو معناه؟ والله اعتذر. فكر بيها شوية. قر القراقيري سود المناقيري لو قرقر فحلهن قرقرا كلهن أو لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. قلت غربان. غربان. أنت ما لك شغلة ب ما أعرف. ما أعرف بس فارس يقول غربان ما أعرف بعد. فارس ها. وننتقل لأبو مصطفى أيضا. نارجيلة. هو سمع الحزورة. ايه؟ الجواب مالته برأيك شنو؟ نرجيلة. النرجيلة. الجواب النرجيلة. وراح تشوفون الجواب إن شاء الله بنهاية الحلقة. إبراهيم عيني. عين عمي ماجد. عندنا لغز. ايه تفضل. تسمع اللغز وتجاوب عليه. أنا حاضر. ايه. كل الهلباء على الضوء. وينهم دخل نشوف وينهم. وينهم الضوء؟ بس ما وجبوني. ها تم الضوئية؟ منو ما يوجبك؟ يقدر واحد ما يوجبك؟ انت جيت علي وقلت لي ماذا والله مصلح ماكو انت مو عندك الرقم. ايه من قناتك الموقع. ايه تحية خاصة لهم. المن؟ لأهالي الضوئية. كفو كفو. ما عندهم يشيلون يروحون. رحم الله. هاي سيارتي هسه تحمل حلالك وتروح. رحم الله والديك. هاي شهر أربعة أشهر. قلت بمليون و300. احنا ندور وراها شيء علي كيف. ايه ما وجبنا. انا حاضر. شيء يجون صدق ما وجبكم؟ لا لا هذا اللغز. اللغز 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 اللغز. ننتقل للغز. اللغز دياله وضلوعية تشترك بحل اللغز ان شاء الله وبقية المحافظات. ترى احنا جينا على قناه هلا بيك. كفو. رحم الله والديك. عيني على راسي. قر القراقيري سود المناقيري لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. شنو تودونها لاهل الضلوعية؟ قر القراقيري سود المناقيري لو قرقر فحلهن قرقرا كلهن. العفو لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. لو سيفيس. ايه لا لا مو ايه والله ما اعرف هذه الشغله. ها ما اعرف. سيفيس لف سيفس. ابو ابراهيم يقول لف سيفس. بنهايه الحلقه راح تشوف الجواب. هو اذا مسحها يطلع مو سيفس. واذا طلع مو سيفس ما نمسحها احنا بعد. يلا حتى اللي شرف ابو مهند واخواننا بيت سريح. عباس سريح وراضي سريح صلاح الدين.
تبي صلاح الدين؟ يا هلا، منين من صلاح الدين؟ والله هلا، كفو بهالبلد. تسمع اللغز او الحزوره؟ قر القراقيري، قر القراقيري، سود المناقيري، لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. شنو شنو الفسيفس يقول عباس، ومو الفسيفس، لا راضي اجابتك انت باعتبارك انت هم نقول السيفس، مو السيفس راضي، هم يقول السيفس. لا ابو مهند، ابو مهند الغالي، هذا الكركي، الكركي هذا يقول ابو مهند كركي، كركي دورهن مو والله. عيد عيد ابو احمد، عيد عيد اللغز. ابو عبد الله راح يسمع اللغز، شيخ ابو عبد الله الدهلقي، كفو منه حفظك. قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. اعتقد العيون. لا ابو عبد الله، ان شاء الله بنهايه الحلقه راح اشوف الجواب. النرجيله يقول ايه الزاق. ابن صلاح الدين، شو اسمك انت؟ رائد. رائد من صلاح الدين يقول الزاق، يعني الغراب الاسود يقصد به. لا مو هي، هي اصلا مو طير، اصلا هو مو طير، حتى نقربها للمشاهد. ابو احمد، ابو طلب احمد، اي ليش انا جيت على كلامك؟ اي يقول بيض غراغرهن سود منازلهن، اي يخمن الشرق والغربي هن منازلهن، اي ليش قلت لك العيون؟ لان المناجير، كلام المناجير ان عيون. عيدها ابو عبد الله، هاي اللي سويتها. بيض غراغرهن، بيض غراغرهن سود مناجرهن، سود مناجرهن خمن الشرج والغرب وهن منازلهن، اي خمن الشرج والغرب وهن منازلهن. والجواب العيون، هذا العيون، بس هذا مو العيون، هذا لغز اخر، مو العيون، هذا لغز ثاني. اي ومو طير، جماعه قالوا على الطير مو طير. عين ابو تحسين يقول قر القراقيري سود المناقيري، قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. شنو؟ الكركي. الكركي ابو تحسين يقول الكركي، بس هو مو طير ابد. مو طير؟ لا مو طير. ان شاء الله راح تلقى جواب. عين ابو تحسين. هاي اكو وحده، اي الضوج من عمتها، وحده الضوج من عمتها، من عمتها تريد تخلص منها. زين عايشة بس هي أمها ورجلها وياها. خوش. قالت بالليل أريد ايه؟ أذبها اليوم بالشط أخلص منها. زين. رجلها سمع منام تعرف. فاش قال؟ إيش قالت هي؟ هو بالليل حول بيتها أمها بوكان أمها. أول هي أنما شمرت بالماء. أمها. شمرت أمها. أي با من حفر حفرة لأخيه. وقع فيه، وقع فيها تهز بال، قبل يقولون اسقاء يعني هاي الشتوى. إيه 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 تقول نايم يا ابو قلب الهقه، امه كلتها الرقه، يعني امك ماتت راحت دعبلت. شلون عيدها؟ عيدها هو نايم يا ابو قلب الهقه، ايه امك كلتها الرقه، ايه هو ايش قال لها؟ بطرانه وتهز بسقاها، ما درت بامها الذي غرقانه. قالت يبو شنو قالت ام زحفه وقع بالماء؟ ايش قال لها؟ ايش قالها؟ قالها بطرانه وتهز بسقاها وما درت بمها الذي غرقانه. الله تاكل يا ابو. قالها شك، قالت لا امو زحفه وقع بالماي. قالها تروح طالب. حلوه لا حياتي كلك حلو. الله يسلمك. واللي يصدر منك ذهب انت. عين ابو تحسين الغالي. عمري ابو ابراهيم عيني. نعم. عندنا لغز اليوم. انت وتبيع هذا ما بيبسي بغداد، جيل الطيبين بيبسي بغدادي. بيبسي بغدادي يقول قرقر، العفو قر القراقيري، قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرا كلهن قرقر فحلهن. شنو الجواب؟ لفسيفس. لفسيفس. ابو ابراهيم يقول لفسيفس، هو اصلا مو طير. مو طير ولا يم، غير تقول مو حيوان. يلا مو، لا انت قول من البدايه لا طير ولا حيوان. يلا ايه لازم تقول لغز. ايه خلي عيل. يلا بروح تقول لغز. ايه هو لغز؟ لا طير ولا حيوان. يلا شنو؟ شنو السؤال؟ شنو؟
قرر القراقيري سود. انت شو اسمك؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله راح يشترك في حل اللغز. قرر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. لو سوى قرقر 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 فحلهن. ها؟ تقول لا طير ولا حيوان. اي انا قلت لا طير ولا حيوان. اللي قرقر شنو؟ اكو غير الحيوان؟ لا يجوز جمادي قرقر. البطل مال شنو؟ البطل مال البيبسي. ناي ولا ناي. يلا ممنونين ابو ابراهيم. حبيب قلبي العظيم تعذرني انا متي تبع. لا خذ راحتك. اشرب بنشوف. ابو زياد الغالي صباح الخير. الصباح. شلونك؟ بحفظك ويستر عليك. عندنا لغز نريد تشتركون به. هسه اذا واحد ما يعرف اللغز ترى مو مشكله. مو؟ اي. يعرفها ان شاء الله. قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. شنو؟ ومن هسه اقول لك مو طير ولا حيوان، فكرني بغير شيء. ابو شهد الحل شنو؟ المطبج. ابو شهد يقول المطبج. شلون؟ وهو كله هذا شو يقول؟ شو يقول هو المطبج؟ شو يسوي؟ شلون شلون؟ شلون؟ يعني شلون اللعبه مالتهم ثالث؟ شلون؟ والله تجي ثالث وتجي ثاني واشكال الحركات الصغيره. اي مالت بهرز ايش يلعبون؟ بهرز ايش يلعبون التشوبي مالتهم؟ ها؟ بهرز مدربني وش قدامي؟ كان لا تسمع هسه العيال. الله كفو كفو. اخواننا ابو اياد وابو عمر واياد راح يسمعون اللغز بشكل جماعي ان شاء الله. يقول قر القراقيري. اسكت. قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. شنهن؟ شنو الجواب؟ شنو؟ غراب. الغراب. ابو اياد يقول الغراب. ابو عمر زاغ. ابو عمر يقول الزاغ يعني الغراب الاسود. اي البلبل. البلبل الفتان يطير في البستان. اي قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. شنو؟ ها؟ شنو؟ قول بس قول بس. لا مو لبس يا فيس. ان شاء الله بنهاية الحلقة راح تسمعون الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظكم. يا لبيك ابو اثير الغالي، انت طبعا اختصاص الغاز. يا الله. يقول قر القراقيري سود المناقيري، بالك وياي؟ قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقر لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. شنو؟ لقلق. الدلة؟ لقلق. لقلق؟ ما الدلة. اللقلق؟ دلة. دلة. شلون الدلة؟ يلا. دلة. شلون؟ هي من يطق هذا مالها؟ ايه؟ تكون اثنين الفراجين ترسين؟ نفس الشيء. تغلط غلط غلط يا ولد. ها؟ دلة كذا هاك؟ دلة. والجواب؟ الجواب الأبو صفاء. دلة شنو دلة؟ الشيخ أبو صفاء. الشيخ والله شيخ. الدلة. دلة. الدلة قر القراقيرة. والجواب صحيح. قر القراقيري يعني إذا تفور. سود المناقيري هن سود. ها؟ شكلهن أسود. لو قرقرن كلهن يعني لو فارن. قرقر فحلهن يبدي قرقر. يبدي ينطي مو؟ إيه؟ الفحل مالتهن يعني اللي اللي ماكو عندي قهوة. ها؟ حد يسوي قهوة هسه؟ احنا ما علينا قهوة. هسه نايم الجوبة يا ابو قهوة جاي يستلم بنيشي. ولا يقول هسه اي والله بارك الله فيك. تدلل. بارك الله فيك. تدلل تدلل. بارك الله. تفضل سلمى. عيني خالنا ابو ابراهيم القريشي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. اسمح زين اللغز. اي نعم. قر القراقيري سود المناقيري، اي لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. قر القراقيري، اي قر القراقيري سود المناقيري، لو قرقرن كلهن قرقر فحلهن. شنو؟ زاغ. الزاغ. ابو ابراهيم هي مو حيوان ولا طائر. سالته ايش يقول لك؟ يقول الزاغ. الدل. ايش يقول لك؟ الدل. انت شيخ ابو ابراهيم. دلة صحيح. او الدلال يعني مجموعة. اسأل على هذا الاخر.